الحياة أخذت كتير شغلات مني إلا إرادتي. مرحبا واضح، أنا اسمي ليث مضيق، أنا من سوريا، عمري 24 سنة، مواليد 96. كدراسة أنا من عام 2019 متخرج بكلية العلوم السياسية، وحالياً عم بشتغل بشركة الاتصالات بشركة الـ MTN جرافيك ديزاينر. هواياتي أكثر شيء أنا بلعب باسكتبول، قبل الكرة السلة لعبت شطرنج وبلعب السباحة حالياً كمان. أنا من أول ما ولدت بال 96 إجيت بإعاقة بتشوه الأطراف العلوية والسفلية وقصور أيضاً. بيقولوا مثل ما بيقولوا جملة كتير حلوة وأنا بحبها، أنه إيد واحدة ما بتزقف. فأنا أول ما طلعت من مدرسة متخصصة بالذوي الاحتياجات الخاصة، شلون يعني؟ يعني بيئة جاهزة فينا نقول، ما في دراج، ما في سلالم، ما في صعوبات إذا بدي أروح من مكان لمكان. فأنا أول ما فتت على الجامعة اعتمدت أني أنا ابني مثل ما بيقولوا علاقات عامة لأقدر أنا أتجاوز أي شيء، مو لأعتمد على غيري. صراحة أنا عم أقوله وأكيد مبسوط، أنه فعلا أنا مبسوط أنه بس الواحد ينتقدك حتى لو بالشارع. وأكثر شيء أنا طلعت مرة لأحكي لك نكتة صغيرة، طلعت بدي أخذ نقل داخلي، فوقف النقل الداخلي طلع فيني قال لي شلون بدك تطلع؟ فقلت له طيب أنت شلون بدك تأخذ مني جواب قبل ما تفتح لي الباب؟ فهو فتح الباب فأنا نزلت على الكرسي، حملت الكرسي على النقل الداخلي وطلعت على النقل الداخلي، ما أخذت معي العملية ثانيتين، طلعت طلعت عليه قلت له جاوبتك يعني؟ قال لي أي والله جاوبتني. فكتير بقابلهم بحياتي هدول الازدراء، يمكن نقد، بس اكيد انا ما بستسلم لهالشيء او ما بهتم صراحه. انا عادتي امشي بالطريق احط هالسماعات وعارفان شو بدي. النقله اللي بنقول عنها هي قفزه نوعيه للشخص بيكون بشيء بيصير بشيء تاني مثل حلم، فهي عام 2019 بعد وفاه الوالد، فانا كنت تحت رعايه عيله بالكامل. كنت يعني فيني أقول أرجع على البيت كون مرتاح بشكل كامل، في عندك سند الأب والأم، فراح سند الأب، فصار هون عندك كتير ضغط، فينا نقول ستريس، إنه أنت بدك تبلش تنتقل من شخص لرجل، بمعنى الكلمة بدك تشتغل، بدك تأمن مستوى معيشة. فهي كانت أول مثل ما نقول كف، فيني أقول إني أكل الدافع اللي عم تشوفه والإرادة اللي فيني هي أكيد من العيلة، تحديداً والدتي. كانت اللي لأنت لك تضلك قاعد، أنا بعرفك إنه أنت مالك ضعيف هيك، بس أنت عم تضعف. يعني مثل الواحد بيكون بصدمة أو بارتخاء، هي قالت لي كلمة إنه أنت هي الراحة ما لح تجيب لك إنجاز، أنت بدك تتعب ليجي الإنجاز. فهي كتير ترددت ببالي وفعلاً ما عاد ارتحت. تاني نقلة فتت أنا دورة تدريبية بالإنروا، هي الدورة التدريبية كانت إعداد مدربين، كانت شهادة دولية جداً، كانت لـ 120 ساعة، قدرت أكسر شخصيتي، أكثر هذا الخوف أو الخجل من أي شخص أنا فيني قابله، كيف أتواصل مع الأشخاص. الكوتش تبعي كان جداً قوي، حتى أنا قدرت إذا فيني وجه له تحية من هون، والكوتش بهية بتشكره جداً، عملت لي قفزة نوعية أني أنا أقدر أكون شخص تاني. هدفي صراحةً وبتمنى أوصل له أني فوت بمكان تحديداً هو الـ UNDP كمدرب دولي لذوي إدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وصل هي النظرة للعالم مو بس لوكال محليا بسوريا، للعالم انه انا مدرب وقادر ادرب اشخاص، وانا مدرب بالسوريا الافتراضيه، مدرب دكاتره، فانا قادر اني اثبت حالي كمدرب دولي اني ادرب جرافيك ديزاين واي سي دي ال. بتمنى جدا كل واحد، كل شخص الله خلقه عنده هدف، ما في رب العالمين ما خلق حدا من عدم، من لا شيء، انه ما عنده هدف ولا شيء، بس العيله اللي لازم تدعمهم، تحديدا ذوي الاحتياجات الخاصه، علموه شلون يندمج بالمجتمع، علموه انه الحياه حلوه اذا تعبت. حتى لشخص سليم جسديا لا تفكر بدون تعب بتحقق شيء، حتى لو انت ممتلك ماديا اللي بتحقق لك اي شيء، تعب على حالك رح تلاقيه بالمستقبل. بتمنى نندمج بالمجتمع لانه المجتمع ما رح يندمج فيك.